السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. كرحب كل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. استسمح على الغياب المتكرر والطويل اللي غبت عليكم في القناة بسبب انتم ما كتعرفوه بسبب المرض. الله يشافي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. إذا اليوم إن شاء الله غادي نبداو مرحلة ديال فروض، وبالضبط المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية المستوى السادس ابتدائي، وبالخصوص مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس. واليوم غادي يكون نموذج رقم واحد، لأنه غادي ندير معكم بزاف ديال النماذج ديال الفروض اللي كيخصوا مادة النشاط العلمي وكذلك المواد الأخرى إن شاء الله. وهذا الفيديو برعاية قناة اليوتيوب الخاصة بتربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم ومرحبا بكل متتبع كيدعم القناة وكيبغي لها الخير. زيدوا بارتاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم، اشتركوا في القناة إذا كنتم مازال ما اشتركتوش، وديروا جيم لهذا الفيديو اللي عجبكم باش تدعموني وتدعموا المحتوى الهادف ان شاء الله. اذا عندي 4 ديال الانشطه في هذا الفرض هدايا، 3 ديال الانشطه باللغه العربيه ونشاط واحد باللغه الفرنسيه. غادي نبداو بالنشاط رقم واحد اللي عليه 3.5 ديال النقط، 3 ديال النقط ونص. اتمم بما يلي التوازن غير احيائيه، المائيه، البريه، الانسان، اختلال، مكونات احيائيه. اذا عندي 1 2 3 4 5 6 7 7 ديال الكلمات، وعندي 1 2 3 4 5 6 7 و6 ديال الفراغات، يعني كل كلمه غادي تكون فراغ، صافي ما غاديش تتكرر شي كلمه. اذا يتكون الوسط البيئي من شي حاجه ومكونات تتفاعل فيما بينها ليحدث البيئي. هنايا يتكون الوسط البيئي من ماذا؟ يتكون الوسط البيئي من مكونات إحيائية. إذا نكتبوا مكونات إحيائية، يعني مكونات حية، ومكونات ماذا؟ مكونات غير إحيائية، غير إحيائية. إذا كتكون من مكونات إحيائية، إذا هذا الوسط البيئي كيتكون من مكونات إحيائية حية ومكونات غير إحيائية، يعني تتكون من الكائنات الغير الحية. تتفاعل فيما بينها ليحدث ماذا؟ إذا هنايا هذه المكونات الإحيائية والمكونات غير الإحيائية تتفاعل فيما بينها داخل الوسط البيئي ليحدث ماذا؟ ليحدث من طبيعة الحال يحدث التوازن البيئي، باش يحدث لنا واحد التوازن داخل هذا الوسط البيئي، التوازن البيئي، ليحدث التوازن البيئي. إذا الجملة الأولى، يتكون الوسط البيئي من مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية تتفاعل فيما بينها ليحدث التوازن البيئي. الجملة الثانية، الأوساط البيئية مختلفة منها، الأوساط والأوساط. إذا بالنسبة للوسط البيئي بطبيعة الحال كما قريتو في الدرس كاينين أوساط بيئية متعددة وكتختلف من حيث هنايا أوساط مائية، الأوساط المائية لأنها تكون من ماء، والأوساط البرية لأنها يعني غابوية ولا إلى غير ذلك صحراوية. إذا الأوساط البيئية مختلفة منها الأوساط المائية والأوساط البرية. إذا كاين جوج ديال الأصناف ديال الأوساط، مائية وبرية. مزيان، هنايا بقات لنا كلمة واحدة أظن، كلمتين، الإنسان واختلال. إذا شي حاجة التوازن البيئي نتيجة عوامل طبيعية أو نتيجة تدخل شي حد. إذا اختلال التوازن، اختلال التوازن البيئي. إذا التوازن البيئي كيختل، يعني ما كيبقاش واحد ليكيليبر، ما كيبقاش واحد التوازن داخل الوسط البيئي. نتيجة ماذا؟ نتيجة عوامل طبيعية نذكر منها مثلا الفيضانات، الرياح إلى غير ذلك، أو نتيجة تدخل ماذا؟ تدخل الإنسان، ونتيجة تدخل الإنسان. والتدخل ديال الإنسان كيكون عن طريق مثلا الرعي الجائر، غادي يكون مثلا عن طريق قطع الأشجار إلى غير ذلك. إذا مجموعة من السلوكات اللي الإنسان كيأثر بها على الوسط البيئي، وكيحدث هناك اختلال للتوازن البيئي داخل هذا الوسط. إذا كنكونوا كملنا النشاط رقم واحد، يتكون الوسط البيئي من مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية تتفاعل فيما بينها ليحدث التوازن البيئي. الأوساط البيئية مختلفة منها الأوساط المائية والأوساط البرية. اختلال التوازن البيئي نتيجة عوامل طبيعية أو نتيجة تدخل الإنسان. ندوزو للنشاط رقم 2 وبسيط جدا كذلك. إذا أعطي تعريفا موجزا للوسط البيئي.
الوسط البيئي هو. إذا هنا في هذا السؤال أو التمرين أو النشاط رقم 2 اللي عليه جوج ديال النقاط، غادي نعرفوا شنو هو التعريف ديال الوسط البيئي، ماذا نقصد بالوسط البيئي. إذا الوسط البيئي غادي نعطيكم جوج ديال التعاريف مختلفة. إذا الوسط البيئي هو مكان، طبيعي، هو واحد المكان طبيعي تعيش فيه، أو لا ندير مكان طبيعي، سواء بري أو بحري، يعني إما بري إما في البر أو لا في البحر أو لا في الماء، يعني تعيش فيه الكائنات الحية، كتعيش فيه كائنات حية. إذن هو مكان طبيعي سواء بري أو بحري تعيش فيه الكائنات الحية. ممكن نعطيه تعريف آخر، الوسط البيئي ومنطقة طبيعية، منطقة طبيعية، منطقة طبيعية معينة، مثلا برية كذلك أو مائية، يعني نقصد بها الماء يعني البحر وكذلك الضايع إلى غير ذلك والأنهار، مكونة إذا هذه المنطقة مكونة من ماذا؟ من مكونات إحيائية أو غير إحيائية وأخرى إحيائية، ومكونات إحيائية. هذه المكونات الإحيائية والغير إحيائية تعيش وتتغذى وتتكاثر، إذا هذه المكونات الإحيائية كتعيش وكتتغذى وكتتكاثر فيه، يعني في هذا الوسط. صافي، إذا هذا تعريف ثاني وبسيط جدا، فهمنا؟ إذا التعريف الأول هو مكان طبيعي سواء بري أو بحري تعيش فيه الكائنات الحية. وبالنسبة للتعريف الثاني، هو الوسط البيئي هو منطقة طبيعية معينة برية أو مائية مكونة من مكونات غير إحيائية ومكونات إحيائية تعيش وتتغذى وتتكاثر فيه. ندوزو لاكتيفيتي 3 اللي هو أون فرونسي، النشاط الثالث اللي هو أون فرونسي. غولي شاك مو أ لونسومبل، يعني كل كلمة هنايا غادي نربطوها بهذا لونسومبل هذا. هنايا عندي كومبوزونت نون فيفونت وكومبوزونت فيفونت، مكونات غير احيائيه ومكونات احيائيه. هنا عندي هوميديتي اللي هي الرطوبه، اسكارغو اللي هو الحلزون، لو اللي هو الماء، لاباي النحله، سابل اللي هو الرمل. صافي، اذا هاد المكونات هادو غادي نحددو منهم واش هما مكونات احيائيه ولا هما مكونات غير احيائيه. نبداو بالرطوبه. الرطوبة طبيعة الحال هي مكون غير إحيائي، صافي، غير إحيائي. دونك ليميديتي هي باغمي لي كومبوزونت نون فيفونت. لاسكارغو اللي هو الحلزون هو كائن حي، إذن كومبوزونت فيفونت. لو الماء هو مكون غير حي، واخا هو وسط حي، صافي، نعم فيه تعيش فيه الكائنات الحية. لاباي النحلة هو وهي كائن حي، بالتالي كومبوزونت فيفونت. سابل كومبوزونت نون فيفونت، في كومبوزونت نون فيفونت. وبالتالي لوميديتي ولو وسابل سو سون دي كومبوزونت نون فيفونت، لاسكارغو اي لاباي سو سون دي كومبوزونت فيفونت. داكوغ، ندوزو لاخر نشاط اللي هو النشاط الرابع، اللي هو نشاط باللغة العربية وكيخص صحيح أو خطأ. إذا أجب بصحيح أو خطأ. هنا عندي أربعة ديال العبارات، كل عبارة غادي نحدد واش هي صحيحة ولا خطأ. إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ من طبيعة الحال. إذا الافتراس هي العلاقة الغذائية الأكثر انتشارا في الوسط البيئي. مزيان، إذا هذه العلاقة ديال الافتراس واش هي بصح الأكثر انتشارا في الوسط البيئي؟ نعم، هي العلاقة الأكثر انتشارا في الوسط البيئي، حيث أنه قلنا في واحد الوسط البيئي كاينين بزاف ديال العلاقات الغذائية، كاين الافتراس وكاين التطفل كاين التعاون وكذلك التنافس. إذا من بين العلاقات اللي كاينة بزاف في الوسط البيئي هي علاقة الافتراس، لأنها تخلص الوسط البيئي من الأفراد الضعيفة وكذلك المريضة. إذا صحيح هنا، صحيح. يحدث الاختلال في توازن الوسط البيئي نتيجة قطع الأشجار والصيد الجائر. إذا بماذا يحدث الاختلال في توازن الوسط البيئي؟ بطبيعة الحال قطع الأشجار والصيد الجائر هي سلوكات لتدخل الإنسان. وقلنا في السؤال أو النشاط رقم واحد اللي كنا كنعمروا الفراغات، قلنا بأن اختلال التوازن البيئي نتيجة عوامل طبيعية
يعني عوامل طبيعية بحال الفيضانات، بحال الرياح، بحال الحرائق إلى غير ذلك، كتساهم في اختلال التوازن البيئي، وكذلك نتيجة تدخل الإنسان. التدخل ديال الإنسان هنايا هو قطع الأشجار والصيد الجائر الذي سيؤثر سلبا على الوسط البيئي. إذا هنايا عبارة صحيح صحيح. المكونات غير الإحيائية لا دور لها داخل الوسط البيئي، هنا عبارة خاطئة، نقول نديرو خطأ. لماذا؟ لأن المكونات غير الإحيائية لها دور داخل الوسط البيئي بالموازاة مع المكونات الإحيائية، لأن المكونات الإحيائية كتحتاج ديك المكونات غير الإحيائية لكي تعيش وتتغذى وتتكاثر. العبارة الأخيرة، التطفل هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر، وهي عبارة صحيحة. إذا رجعنا للدرس غادي نلقاو التطفل هي واحد العلاقة ديال منفعة، ديال ماشي ديال الطرفين، ديال طرف وتضرر طرف آخر، مفهوم؟ إذا التطفل هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. وحظا موفقا للجميع، زيدوا دعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.